مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من رياضة في دقيقة. حلقة اليوم خصصناها الحلالة بويز. حلالة بويز التراس مغربية تأسست عام 2007 في مدينة القنيطرة باش تساند النادي القنيطري المحلي إطلاع القسم الوطني المغربي الأول. معنى اسم حلالة بويز هي مزيج بين حلالة وبويز. هذه الكلمة أي حلالة كتعرف بوردة جميلة بالقنيطرة اللي هي البابونج، كاينة في المدينة كاملة كتعطيها جمالية. قرن 19 كانت قنيطرة كتصدر هاد النبتة لبلدان أخرى كيستعملوها لصنع العطور والأدوية، واحتفظت المدينة بالاسم واستغلته أفراد المجموعة افتخارا به. إلترا حلالة من المجموعات اللي ابتكرت اسمها الخاص وما تأنسبيرات من حتى دولة أخرى، والجميل أن حتى اللوغو ديالها خاص من ابتكار أعضاء المجموعة. المجموعة كيمثلها جمهور الكاك بصفة عامة وما كتعتمدش غير على المنخرطين، أما المسؤولين فهما 28 شخص كيرفضوا يتنسب لهم هذه الإنجازات، بل كيعتبروها إنجازات حققتها المجموعة كاملة وهي مفخرة كل واحد كينتمي لمدينة قنيطرة. قدمت حلالة العديد من اللوحات لكنها كتبقى السباقة في إفريقيا بكونها أول إلتراس كتقوم بإخلاء المدرجات 30 دقيقة، كما أنها أول إلتراس في إفريقيا كيمرر ميساج عن طريق تيفو. بالرغم من أنها ما كتوفرش على ملعب كبير إلا أنها قدرت فرض وجودها في الساحة العربية والإفريقية كأحد أفضل الإلتراسات، حيث ولا كيتلقى بملوك البوج والإيقاع اللاتيني، وتوجت ذلك بقرار من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي اختارتها كأفضل جمهور في المغرب سنة 2009. حلقة اليوم سالات، نتلاقاو في حلقة جديدة. دوموا فرحة الله.